على براسه علي حيدر الكذاب المنافق. والله العظيم لك حيدر. علي حيدر باعن لك باعن لك وانت علي حيدر هذا ودي لك هذا حيوان هذا مالك غايب ولك شو ماذا لها الحكام انا الحبي تشرفي لها الكاد كل عن ربي لك ومن يجي علي حيدر باعن هاي لازم نطلع نحن كل بصر والله العظيم لازم نطلع ما فينا والله ما فينا شيء لازم نطلع نحن كل بصر يلا طلعوا يلا طلعوا يلا كيف هدول لساتهم عايشين ليش هدول اللي يا جماعه علي حيدر باع اخواتنا وزير المصالحه باع اخواتنا ولكن هلا ابو الشبان ولكن بده يعيش شبان ما يعيش يموت لك عيش عيش بس لك يلا حد بيك وزير المصالحة يلا حد بيك وزير المصالحة يلا حد يا حقير يلا حد بيك وزير وزير المصالحة باعنا لك ليش ما تطلعوا فيني ليش؟ ليش الجبانين ولا الجبانات بدنا السيد الرئيس يسمع بدنا الشريف الوحيد في البلد اللي عم يدعو الحسن يسمعنا يلا شباب بدي ولادي انا بدي ولادي محمد وطارق واحد جرتي واحد مدني بدي اياهي طيبين ميتين بدي اياهي اخذونا من بيوتنا اخذوني كذا اسروني انا واسروا بنتي عم يدخلوا الجبار مع العالم الشباب ما بعرف عن شيء طيبين ميتين ما بعرف بدي اياهم بدي ولادي انا معقول اهل الغوطه يضحكوا علينا اهل الغوطه يضحكوا علينا معقوله اجوا يعني من بيوتنا قاعدين يضحكوا على الدوله الله لا يوفقني يعني الله لا يوفقني معي ذكي معي وين 4000 تبع العماليين انا هل يجاوبونا وين 4000 تبع العماليين وين انا بدي اروح استشهد بدي اروح ادوم انا واحد مني بس ما بحترم حد يغيره انا بدي اروح ادوم يا شباب بدي اروح خذوني معكم بس بدي اشوف خذوني بس اسالي عن خذوني ادوم علي حداد خذوني ادوم من بعد امرك هو كان مخطوف بس عمان له 5 سنين ونص هلا من هون تطلعوا بالباب اسمع الصوت